صعيد. في آية الناس واخدة تفسيرها بالمشقلب. الآية بتقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الناس متخيلة إن تكليف ربنا هو المتغير، يعني على قد استطاعتي، على قد استطاعتي أنا بتكلف. فالكلام ده غلط خالص، لأن أنت لو مثلا ربنا حملك بالصيام، كلفك بالصيام وانت ما عندكش اي عذر شرعي في الاعذار الشرعية اللي ربنا قالها، او مالكش اي رخصة، مش مسافر، صحتك كويسة، دنيتك تمام، انت خلاص انت مكلف بالصيام. مفيش حاجة اسمها اصلا انا مش قادر، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا، الاية بقى مفهومها بالنسبة لك انت العكس. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني طالما ربنا كلفك فانت في وسعك ان انت تقوم بالتكليف ده. تمام؟ هنا الآية مش بتتخذ بقى ان هي تخليك تتهاون، لان هي اللي لو فهمتها ان التكليف ده على قد استطاعتي، واستطاعتك دي متغيرة، اي واحد فينا ممكن يقول انا مش قادر اعمل ده، تمام؟ فهتخليك تتهاون، تبتدي تنزل في التكاليف على حجم استطاعتك. لا، هي الآية مش بتقولك على قد استطاعتك كلف نفسك، الآية بتقولك طالما تكلفت فانت تستطيع تعمل ده. فهي بتعالي العزم مش بتوطيه. صحيح.